بلنتي 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 ابدخل ابدخل يا عيال بلنتي ضيعته. يلا يلا والله ان المدرب انه احسن. طيب اليوم نكمل المهنة سلسلة اللي كل ما نزلت مقطع على الكومنتات نزل الحلقة الثالثة بالمهنة خلاص بنزل الحلقة الثالثة. في الحلقة اللي فاتت اللي هي الحلقة الثانية كنت سارك الجدول وأنا متصدر، بس الحين نزل مركزنا السابع والسابع ما يأهل للدوري الإنجليزي الممتاز معلومة، فخلوني أوريكم النتائج وش صار لي يعني عشان كذا نزل مركزنا من الأول إلى السابع. فبخليكم مع ملخص كذا الأهداف والنتائج ذي ونرجع لكم. أصبر في وجه اللاعب بعد التدخل الأخير. جزاء الكرة كان ممكن تشكل خطورة. اوهو الحكم يقدم في النتيجة. ضربة جزاء يحول خبر عن هدف تم تسجيله في هذه اللحظات في ملعب كارورود. الضيوف تمكنوا من تسجيل هدف. النتيجة الآن تعادل. يا الله فرصة التعادل. يا رب من فرصة من جديد لكرة التعادل. لن يهدأ مدافع يقطع الطريق بكل بداية. مستحيلة دقيقة لعب فرصة للتقدم في المباراة. هدف من ركلة جزاء فيها انطلق فيها راح راح كرة الله أعلم. إذا في نتيجة التعادل تنتهي هذه واضحة للجميع. يعدي فيها فرصة الآن. يا مدافع شف اعتراض الكرة الماضية. يا زلت خطيرة. الله فرصة بضيع في التوقيت. تنطلق الصافرة. هناك أفضل من الآخر. أوكي مثل ما شفتوا النتائج وذا الأشياء تعادلت وفي مرة خسرت وفي مرة خسرت بالمحاكاة وتعادلت بالمحاكاة، فنزل مستوانا شوي. العيال نزل مستوانا، بس هذا شيء طبيعي على فريقنا يعني ضغط مباريات وما عندنا عناصر. عشان كذا في حلقة اليوم بركز على تحسين الأداء والنتائج. مثل ما تشوفون هذه النتائج المباريات اللي فاتت، يعني من 5 مباريات جبت 6 نقاط بس، اللي المفروض أجيب 15 نقطة. لازم في حلقة اليوم نحسن الأداء وركز على لاعبين المواهب. يا عيال في ناس كتبوا لي لاعب الشباب المهاجم، خلونا نجيبه. ابى اشوف كم سعره وذا الاشياء. في ناس يمدحونه ما ادري ايش القصه عاد، هل هو يرتفع؟ اللي هو الحمدان. يا عيال هذا هو عمره 21. شفت كم واحد كاتب لي بالكومنت جربه جربه. نرسل على مراقب بعد يقيم المراقب ونشوف. الفريق اللي بنباريه الحين مركزه التاسع، حالا فاز علينا احنا بناخذ مركزه، احنا بننزل التاسع. الموهبه هذا نعتمد عليه ذا الموسم، الفريق على ذا اللاعب. يلا بسم الله اول جيم في حلقه اليوم وان شاء الله اول 3 نقاط. صح عليك يا الضغط. روح 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 يا ساتر. الحارس سوبرمان تراني شايفك شايفك انا يا اخي. انطلق على الاطراف واضح. اوه ممتاز ممتاز ممتاز. تكفى حطها في الجول حطها في الجول يا اخوي. ثقيل انت. حلو حلو حلو. روح روح يا الظهير روح. شفتك هجمه حلوه ان شاء الله. ويلسون 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 بيحطها. ويلسون ليش يا اخي؟ والله يا الانهاء عندك زباله انت. بيله تدريب لين بكره على الانهاء. اشتري لك رجول. حلو الموهبه هنا. 1 2 على السريع. 1 2 1 2 اوكي. ميسي حقنا ماشي احيانا. ويلسون يا سلام. تكفى يا ستيوارد. ايش فيكم ايش فيكم؟ نوصل بس ما ننهي بشكل كويس. الله عليك الله عليك ما يمر. هذا هجمة حلوة. نشوف الخريطة في لعيبة كثيرين قدام. ويلسون تكفى لعبها الموهبة. الموهبة تكفى انها هنا في المرمى في المرمى في المرمى. شوط اول حنا نهاجم الصراحة بس ما ناقصنا الهدف، بس الهدف. الله عليك يا المهاجم. تكفى تكفى حطها في الجول. ايه يا شيخ من اول. يا الله مع ذا المهاجم يا عيال رفع ضغطي ما عنده لا طاقات ولا شيء، بس زين انه سجل يعني. اما كوبري لقمت كوبري. اوكي صح عليك يا حارسنا. بغت تصير كوبري وهدف. صارت كوبري وزاوية وهدف. ثم حارسنا الحمار ذا وش مطلع هالحين؟ واحد في المنطقة بيموت ذا بيموت. يا ساتر ما عاد في لياقة ولا. لا يا شيخ لا يا شيخ. اوكي لازم لازم تبديلات خلاص. والله ممتازة ممتازة ممتازة. وش ذا؟
يا اخي تراك فيك لياقه انت، ايش فيك ثقيل زي كذا يا عيال؟ ما عاد فيهم لياقه والله العظيم، ماني بقادر ادافع حتى. اوكي ممتاز ابعدتها، والله هم ضاغطيني اللعيبه حق بيموتون. تكفى تكفى تكفى، والله عليك الله عليك الله عليك الله عليك، تكفى حطها في الجول. طعبوا الغباء والله العظيم غباء ذا. شوت، شوف الشوتة، يلا يا شيخ ناول زين، لا تجلطني، روح وتضيعها ببيعك بلا موهبة بلا خط. هذه شوتة، وش صار هنا؟ وش صار وش صار؟ كيف كيف جت الشوتة كذا؟ الحارس يطلعونه ويخلونه يدخل هدف، فاول وين يا اركض اركض يا اخي، وش ادفك انا ولا ايش اسوي فيك؟ اركضوا يا ساتر، ابلع يا عيش، انتو فريقك المخيس ذا، طعبوا المباراة اللي تقطع النفس، قلب مسلم ذا يا شيخ، وتسديدات جاية غبية واللاعب أصاب اللي هو ويلسون، يلا ثلاث نقاط، بس يا أخي أدائنا مرة نزل، يوم جت الدقيقة 70 نزل الأداء. يلا بفوزنا ذا رقينا الخامس، الحمد لله ويلسون يا عيال يعني ما هي بإصابة إرهاق يعني عادي راح. بما أن عندنا راحة طويلة يعني كويس، بحط للعيال هنا تعافي، بحط لهم ثلاث أيام تدريب ورا بعض، يعني بجلد أمهم تدريبات بعدين بعطيهم راحة عشان ندخل على المباراة إن شاء الله اللياقة كويس. يا عيال هذا الموهبة أنا جايبه من الأكاديمية، الفريق ذا إنه ياخذه إعارة مع حقية الشراء. شوف يا أبوي رفض العرض، هذا موهبة يا عيال أنا توني مرقيه من الأكاديمية، حرام يروح. يا عيال هذه رسالة غريبة، رسالة تحطم ذي يا أخي، يقول إن الفريق يعني ما هو طموح إنه يتحدى على الكؤوس، فهمتوا يعني النادي، خلوني أشرحها لكم بس شرح بسيط، الإدارة تبي المركز الثاني، اللاعبين ما يبون المركز الثاني، وأنا مع اللاعبين، يمديني أقول إيش دخلك، بس لا أنا مع أنا في صف اللاعبين، خلونا نقول شكرا لإخباري، طيب ما عليك بنصلح الأمور. اللعيبة ضايقين متطلبات الإدارة عشان كذا لازم نجيب نتائج إيجابية ونسكت الإدارة، هو أتوقع اللعيبة هذا اللي يبونه، يبون يثبتون أنفسهم. يلا إن شاء الله أداء أفضل، أنا أبغى أشوف الأداء يتحسن، والرسالة والله ذي حمستني يعني للاعبين يبغون يحسنون أداءهم، شيء كويس. صح عليك صح عليك، واضح إني أخذتها إيه، روح روح الموهبة روح الموهبة، بيحطها جول جول ذا المرة جول. خلينا نرجع لموضوعنا، ليش ما شات زي كذا يوم المنفرد في الجيم اللي قبل؟ اوكي جيب جيب، ما فيها شيء، هي بلا استهبال، الله يستر من ذا الهجمه. انا قدمت الحارس ادري بس حسيت اني جبت العيد، اوه بس اللاعب هذا اسطوره الموجود في الدفاع، لعبها هنا ولعبها فوق وانفرد مهاجمنا، مهاجمنا تكفى، يمديك يمديك يمديك، وش ذا الانهاء يا عيال؟ سلام، لعبها هنا، شوف شوف يا عيال بنبدا تيكي تاكا، اوكي؟ حلو هنا وهنا، شفتوا كيف؟ شفتوا كيف الثاني؟ يا عيال هدف تيكي تاكا، يا عيال بالله مو بهالهدف يستاهل لايكات، الاحتفال شوف تكي، يا اخي والله انك اسطوره انت. 2-0 25 دقيقة، يا سلام يا اللاعبين اثبتوا كلامهم، يبون يحسنون الاداء، يا سلام. لا لا عاد لا عاد لا تتفلسف واجد، تراك في الدرجة الأولى عاد. ثاني مرة اخذ الكورة وذا هو راسه ذا يتفلسف، يا ساتر خطيرة. حارسنا ما توقعت بنقشها والله من فوق، عشان كذا قدمت الحارس. روح 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 روح، هاتريك في الشوط الاول، هاتريك في الشوط الاول، هاتريك في الشوط الاول، يوه يا عيال يا عيال الاسطوره ذا هاتريك في 42 دقيقه. الله عليك فارس عوض، عزز لي يا اخي كذا، ابغى تعزيز. فارس عوض دائما يا اخي يكون ضدك اذا جيت تلعب فيفا، حتى شيء يوم مدحني بس ثانيتين قال تفوق بس وسكت. اوكي اوكي، اربعه اربعه، وين يا اخوي فجرت وجه الحارس؟ العب والله ما توقعت بسويها، مرتده مرتده مرتده، اربعه اربعه، تكفى تكفى اربعه، اوكي اوكي اربعه اربعه، كنت يا عيال متعمد اسوي ذي، تعرفون يعني فايز ثلاثه لو تفلسفت عادي. يلا شباب والله العظيم ما قصروا اقسم بالله، كلهم ممتازين صح، شوف جالس اناظرهم انا من بعيد. اوكي انتهى الجيم 4-0 لنا، فوز يرفع المعنويات وهاتريك والاوضاع كويسه في ذا المباراه، بس والله نتائج ايجابيه، جبنا 6 نقاط من مباراتين والله شيء كويس، رفعنا مركزنا للرابع، شيك بس على مركز سوانزي سيتي يا عيال، اما عاد مو بفريق قوي، هو قوي علينا يعني فهمتوا؟ يعني قوي على اللي معنا، ما في موهبه شيء. اوه هذا مهاجم يوصل 92، اوكي هذا وراه لعب يا عيال والله صدقوني، وفرنسي بعد، ولا تدرون بوقف بوريكم لاعب موجود في الاكاديميه، خلوني يعني اعطيكم كذا معلومات عنه. اللاعب ذا يا عيال انا حاط له خطه انه يتحول اس تي، هذا اللاعب بيوصل لين 90 وانا برضو بحوله الهداف، اوه يعني مواصفات رهيبه بتكون عنده. اتوقع انه ما يحتاج نلعب سوانزي سيتي، نقطه يلا انا راضي بالنقطه لانها بتثبتنا في مركزنا، الى الان نتائجنا ايجابيه هذا شيء كويس. غريبه ما جانا التقرير يا عيال، ما تحسونه طول؟ اوكي طلع سعره
وصل لين مليون وطلعت بعض طاقاته والاحتمال يتطور تصدقون. طيب الحين بسوي محاكاة المباراة وبنصير نتابع المباراة، لو اضطريت ادخل للجيم ابدخل بستعمل الميزة. شوفوا لياقتنا والله العيد اللياقة، بس ان شاء الله اللعيبة كويسين بيكونون. فيها امل ذي، فيها شيء هذه الهجمة فيها شيء. جول 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 شوت. بلنتي بلنتي بلنتي، ابدخل يا عيال. بلنتي ضيعته. يلا يلا والله ان المدرب انه احسن يا عيال. ولا يلا يا عيال معليش معليش، العبوا العبوا انتم بس. جول يقطع بلنتي، كيف طلعها الحارس؟ فاغصينهم فغص يا عيال، لو تشوفون الاحصائيات شوفوا استحواذنا 80. اوكي شوط اول 0-0. يلا بالله يا شيخ في ارضنا تكفون، هذا في اخر الدقائق. سلام تكفى شوت يا رجل شوت يا عيال، مهاجمنا بطيء هذه مشكلته. يلا تكفى، ليش ترجع ورا؟ ليش صفر يا عيال 0-0، ليش ترجع ورا؟ كان اقدر اعطي بينيه. يلا طلعنا نقطه من ذا الجيم بعد، بس في تحسن في الاداء والله العظيم. شفتوا كيف نحافظنا على سلسله اللا هزيمه؟ حلو يعني ادائنا كويس. وصلنا التقرير كم طاقته؟ 62 يا عيال، نفس المهاجم اللي عندي. اوكي عندنا مباراه، بسوي خطه الحين. الشوط الاول بخلي بلاي ستيشن يلعب وانا بدخل الشوط الثاني. طبعا احنا اللي لوننا ابيض يا عيال المعلومه، يعني قبل شوي كنا احمر عشان كذا. والله العظيم بغينا نبلع دولي. والله يلعبون والله يا عيال سيئين، حنا مره لازم ادخل والله العب الشوط الثاني. اوكي انتهى الشوط الاول وبدخل انا يا عيال المباراه، ادائنا الصراحه سيء في الجيم. يلا ان شاء الله اقدر اسجل الشوط الثاني. اوه ذولي حاطين ضغط يا عيال متواصل، وانا اقول لعيبتي مو قادرين يلعبون يا شيخ كويس. اوكي يا ساتر ويلسون تكفى. اوه ما وصلت سلام عليك السرعه. اوكي روح يا ويلسون روح، واحد في المنطقة بالله، واحد في المنطقة براس. يا سلام جودة لاعبين اعلى منهم يا شيخ. بنطلع ان شاء الله بثلاث نقاط في ذا الجيم، اذا هم بيحطون ضغط انا بعد بحط ضغط. والله لحشرهم في مناطقهم. يا ساتر يا البينية اسطورة، الله يستر الله يستر. اوكي يا عيال حارسنا ايش فيه يطلع ويروع كذا؟ اقول اهجد. يا سلام على البينية يا اسطورة، روح انت سريع انت سريع انت سريع ولعبها للمهاجم. اوه وين انت؟ بغى يسجلها هدف عكسي ذا. نبغى الثاني يا عيال. حلو تكفى، لا نبيها للقريب، نبيها للقريب. حلو تكي تاكا ما يمشي صح شوت. لا يا زبده لعبتي يطيرونها واجد في الهواء يعني. الانهاء عند الفريق ماشي. يا ساتر اوكي لا 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 لا, لا, لا. رجع الحارس طيرها، ما يمدي لاعب بس يجي مع الكرة على طول أربعة حوله. أوكي شفتك حلوة العبها موهبة توهق صح؟ أوكي لا ما توهق تكفى احسمها يا عيال. والله الإنهاء سيء أقسم بالله، مسيء بشكل يروع. وشو توقف الجيم ليه؟ بالله عطني سبب. فاول لي إيه لا صح، حافظ على ذا النتيجة اليوم، كل نتائجنا إيجابية لو فزنا بذا الجيم. أوكي حكم صفر، حكم وصلنا أربع دقائق، الله يرحم والديك. تكفى طير أخيرا يا عيال، كل نتائجنا إيجابية في ذا الحلقة صح. أقسم بالله كفوا اللعيبة في ذا الحلقة والله العظيم، مركزنا صار السادس، مركز ممتاز ترى. إن شاء الله في الحلقات الجاية بحاول أرفع مركزي للرابع أو الخامس، هذا هدفي. عندنا مباراة قوية مع فريق توه نازل من الدوري الممتاز، بنلعبها في الحلقة الجاية. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، تنسوا لايك والاشتراك، مع السلامة.